يا لا يا سامح مش كده، انتوا عارفين كلكم ان انتوا شويه حاجات صغيره كده، انتوا بتستجدعوا بس على الشعب المصري عشان طيوب. على راي سهير البابلي كده الفنان العظيم، ما بيقولش اي، ما بيتوجعش، هو ما بيتحركش. اي حد بيدخل يحتله ما بيقولش كلمه، اي حد بيدخل ياكل اكل عيشه وما بيقولش حاجه، اي حد بيعلي عليه الاسعار يفرض عليه الضرايب وما بيقولش لا. شعب طيوب ومحترم. احنا تفاجئنا ان الاتحاد الافريقي مخوزقنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. النهاردة سامح شكري في القمة الأفريقية في أديس أبابا. حلوة القمة الأفريقية في أديس أبابا دي، في يوم من الأيام عشان السيسي بعد ما عمل الانقلاب على مرسي عشان يحضر القمة الأفريقية دي اضطر أن يبيع نهر النيل. بعد كان في 2015 وقع الاتفاقية، النهاردة في 2023 بعد 8 سنوات من الإنجازات والخبر اللطيف اللي انتوا شايفينه أمام حضراتكم بتاع خلاص السيسي حلها حلها تمام. بعد الخبر اللطيف اللي امام حضراتكم اللي انتم شايفينه ده، النهارده سامح شكري بيخرج يقول للناس بعد 8 سنوات انا متفاجئ ان في القمه امام حضراتكم الخبر برضو، انا متفاجئ في ان القمه الافريقيه موضوع سد النهضه مش موجود في جدول القمه الافريقيه وهيتم مناقشته هامشيا. يعني ايه هامشيا؟ يعني احنا شويه هوامش. شفتوا قد ايه السيسي وصل مصر العظيمه الى بقت هوامش هوامش هوامش. ده طبيعي جدا، ده طبيعي جدا، هو ده حجم السيسي، هو ده حجم السيسي وحجم قلاديشه وحجم المعيز بتوعه وحجم تجار الوطنيه. حجم السيسي زي ما بصوا يا جماعه، زي ما في تاجر مواشي وتاجر معيز وفي تاجر تجار وطنيه، في تجار وطنيه اللي هم مؤيد السيسي. سامح شكري النهارده من اديس ابابا اللي هي اثيوبيا اللي عامله سد النهضه اتفاجئ ان الاتحاد الافريقي عمل لمصر كده. مصر يا ابني، مصر مين يا ابني؟ مصر مين يا ابني؟ الامارات بقى لها 25 سنه ولا 60 70 سنه متاسسه بتدور مصر دي بزنبالك، تحط المفتاح في السيسي. ترجمة زي ما الترجمة بقى، شوف انت فاهم المفتاح ده اتحط فين. تحط المفتاح في السيسي وتدوره. امارات مين يا مصر مين ان احنا نحط لها يا حبيبي جدول اعمال علشان سد النهضة؟ سد النهضة يا راجل يا راجل، سد النهضة مين ده؟ حاجة كده ما تشغلش البال، ملهاش قيمة. يعني ايه سد النهضة؟ يعني ايه سد النهضة ده اصلا؟ هيؤثر على مصر في ايه؟ ايه يعني 105 مليون هنبقى زي دولة الصومال الشقيقة؟ طب ما يعني ايه يعني؟ مش السيسي البطل حلها؟ مش هو قال لكم حلها؟ سامح شكري النهارده سامح ميكروفون ولا بلاش ميكروفون، اتصالحوا مع قطر، اتصالحوا مع قطر وقطر بقت جميله واتصالحوا مع سامح شكري النهارده طالع يقول لك اصل احنا تفاجئنا، احنا تفاجئنا ان الاتحاد الافريقي مخوزقنا، وتفاجئنا ان مفيش ان سد النهضه مش موجود على جدول الاعمال. والله يا راجل على يا لا يا سامح، يا لا يا سامح مش كده، مش انتوا عارفين كلكم ان انتوا شويه حاجات صغيره كده، وان الاتحاد الافريقي وان امريكا وان الامارات وان دول الخليج شايفينكم حتت صغيره كده، استجدعوا بس على الشعب المصري عشان طيوب، علشان على راي سهير البابلي كده الفنانه العظيمه شعب طيوب ما بيقولش اي، ما بيتوجعش، هو ما بيتحركش. اي حد بيدخل يحتله ما بيقولش كلمه، اي حد بيدخل ياكل اكل عيشه وما بيقولش حاجه، اي حد بيعلي عليه الاسعار ويرفع عليه الاسعار ويفرض عليه الضرايب وما بيقولش لا. شعب طيوب ومحترم. انتوا بس رجاله على الشعب ده، انما قدام اثيوبيا قدام اي دوله تانية مش دول افريقيا يا جماعه لها مني كل الاحترام والتقدير، بل ان كانت مصر هي رمانه الميزان في افريقيا. مصر افريقيا كانت عباره عن مصر، مع كامل احترامي لكل دول افريقيا اقسم بالله دوله دوله على راسي من فوق، لكن مصر كان هي الثقل السياسي والدبلوماسي في افريقيا كلها. اثيوبيا اثيوبيا في زمن من الازمنه كان الحاكم بتاع اثيوبيا بيتعين بقرار من مصر، في زمن من الازمنه كان اللي هو زي حاجه زي البابا كده بتاعهم اللي هو زي توادرس كده عندهم كان بيتعين من مصر. دلوقتي قال لك والله يعني ما احنا تفاجئنا ان احنا مش على جدول الاعمال، ونيجي احنا لما نتكلم عن سد النهضه اللي هو سد النهضه، انت متخيلين سد النهضه الناس ما بقتش تجيب سيرته؟ الناس بقت تتكلم على البيضه، البيضه بقت ب 5 جنيه، ازازه الزيت بقت ب 19000 جنيه، كيلو الرز بقى ب 25 مليون جنيه، الناس بقت تتكلم على حاجات الاكل، نسينا سد النهضه. سد نهضه مين يا راجل؟ سد نهضه مين اللي كل ما يطلع حد يتكلم عنه يا جدعان
البيضه ام 5 جنيه صدناها. ده يا جدعان الملء الرابع هيتملي ولو تم وغيره وغيره وغيره. انت مش مطلوب النهارده لما الملء يتعمل النهارده ياثر عليك النهارده، هياثر عليك بعد يومين ثلاثه، لا هياثر عليك بعد سنتين، بعد خمس سنين، بعد 10 سنين هيبدا تاثير سد النهضه عليك. ده اللي حصل في الصومال، في النهرين اللي كان عندها جوبا ومش فاكر اسم النهر، جوبا وشبيلي، الاثنين جفوا. شوف الصومال دي، الصومال دي كانت في يوم من الايام كانت بتودي معونة لدول عربية. الصومال كانت بتودي غذاء لدول عربية، دول عربية كانت تعتمد على ما يأتي لها من الصومال. شوف الصومال دلوقتي في حالة نسأل الله عز وجل أن يعديهم بر الأمان بسبب الأنهار الإثيوبية. نيجي إحنا لما نتكلم عن الأنهار دي يقول لك خاين، انت خاين وعميل واخواني ومتامر وتتامر على الوقت، تتامر على الصوره اللطيفه اللي انتوا شايفينها دي، على الكباري. انا بتامر على الكباري التي تعم صحراء مصر طولها بعرضها، انا بتامر على الكباري. فاقول لك ايوه الخاين العميل يا جماعه انا عايز بلدي تكون كويسه. وزير الخارجيه طالع يقول لك احنا هامش، احنا لقينا نفسنا في القمه الافريقيه هامش. القمه الافريقيه الاتحاد الافريقي اللي سيسي عشان يرجع له بعد ما عمل انقلابه على مرسي اضطر ان يروح يوقع الاتفاقية بتاعت نهر النيل عشان اديس ابابا اللي هي اثيوبيا تبني السد. ومن ساعتها في 2015 او 2014 اتشرعنت عملية بناء السد وبدأت اثيوبيا تحصل على القروض من الصين ومن روسيا ومن منهم كل. اقسم بالله ما كان في دولة راضية تدي روسيا اثيوبيا 10 جنيه. بدأ يحصل على الجنيهات وعلى الفلوس وعلى الدولارات. اثيوبيا تحصل منين؟ من البنوك المصرية ومن الامارات ومن السعودية ومن الصين كله بدأ يمول. ليه؟ لان سيسي لما وقع اداهم الشرعية الدولية لبناء السد، لان قانونا دوليا ما لا يتيح لدولة منبع تعمل سد الا بموافقة دول المصب. والسيسي علشان يديهم الموافقة والاتحاد الافريقي يعترف بيه رئيسا بعد الانقلاب على مرسي قالوا له نهر النيل، قال لهم حلال عليكم. والسعودية قالت له مقابل فلوسنا طيران وصنافير، قال لهم حلال عليكم. واوروبا قالت لهم عايزين نعترف بك رئيس المياه الاقليمية تروح لكوبروس واليونان، قال حلال عليكم. واسرائيل قالت له عشان نستمر في حمايتك وانت ابننا البر الغاز، قال لهم 15 مليار دولار واحلى جون في نفسنا حلال عليكم. كل ده حصل. نيجي احنا بقى عشان ننتقد ونقول فين جيشنا؟ انا حابب اشوف جيشي بالصورة اللطيفة دي، دي اللي انتوا شايفينها، مش دي، مش الصورة دي. انا عايز اشوف جيشي بالصورة الاولانية مش الصورة اللي امام حضراتكم الان. تيجي تتكلم ايها الخاين العميل المتآمر، انت تتآمر على الكباري الوطنية، تتآمر على ما تعيش مصر من كباري وطنية لم تشهدها في على ممر. انت تتحدث عن السيسي صاحب الانجازات، السيسي الذي جعل من مصر مطية يصل الى مرحلة ان الاتحاد الافريقي وضع مصر على الهامش باعتراف سامح مكرفون. هتقول ده كلامي مش كلامي عبد الرحمن الذي يتأمر على الكباري، انا لا اتأمر على كباري الزعيم المشير الفيلسوف طبيب الركن عبد الفتاح السيسي. انا بكلمك بناء على كلام سامح شكري. سامح شكري راح قالوا انت سامح شكري وزير الخارجيه المصري، قال له هناك سرير محجوز باسمك ورا مصنع الكراسي اللي خلف سد النهضه في بنشنجول. راح هناك سامح شكري وهناك اتفاجئ باللي حصل معاه، قال لك احنا وجدنا انفسنا على الهامش، لم القمة الإفريقية لم تضع سد النهضة على جدول الأعمال. ده وضع مصر، ده وضع مصر مع عبد الفتاح السيسي. نيجي احنا نتكلم اسكت ايها الخاين العميل المتآمر الذي تتآمر على انجازات السيسي. السلام عليكم.